لينا. ايوه هاي تفضلي. اي بلش ريكورد. طيب عشان نستغل الفرصه خلينا نكمل ولا نعطي الفرصه لعمر. عمر الجداد تفضل يا عمر، المايك معك. نعم دكتور. نخليك انت الهوست، عندك سلايدات ولا بس بدك تحكي لنا حكي؟ والله هو سلايدات مش جاهزات كاملات يعني. يعني المرة الجاية إذا أي حد يعرض سلايدات يعرض إشي إحنا بنسمح له يكون هو الهوست وبصير هو بتحكم بالسيستم. تفضل يا عمر نحن نسمعك. نعم دكتور، مساء الخير للجميع. طبعا إحنا اليوم محاضرتنا بداية راح نبلش فيها على الكارير مانجمنت بعد تقييم الأداء اللي هو الابريزنج بيرفورمانس. غالبا ما يكون بالضروري مناقشة معالجة المشكلات اللي بتتعلق بالوظيفة، خصوصا مع المرؤوسين، مثل الفحص والتدريب والتقييم. هاي الأنشطة طبعا بتأدي دور أساسي في المنظمات، مثل تزويد المنظمة بالموظفين ذوي المهارات، وهاي الأنشطة أيضا بتمكننا من الاستفادة من قدرات الموظفين وتطوير أنفسهم. في لابد عندنا من أنه نتعرف على ثلاث مفاهيم رئيسية. أول شيء اللي هي الكارير مانجمنت، وهي موجودة عندكم صفحة تقريبا 309. الكارير مانجمنت اللي هي عملية تمكين الموظفين لفهم مهاراتهم واهتماماتهم المهنية وتطويرها، وأيضا اللي هي استخدامها بشكل أفضل وأكثر فاعلية داخل الشركة. المفهوم الثاني الكارير ديفلوبمنت، التطوير الوظيفي. التطوير الوظيفي هو سلسلة من الأنشطة اللي هي أنت بتمارسها داخل مدامك موجود في الشركة أو بالمنظمة، مثل ورش العمل اللي تساهم أيضا في الاستكشاف المهني للشخص، وأيضا بتأسس النجاح وتحقيق الأهداف. المفهوم الثالث اللي هو الكارير بلانينج، اللي هي التخطيط الوظيفي، وهو العملية المتعمدة أو المقصودة اللي من خلالها بيدرك الشخص شو هي المهارات الشخصية والاهتمامات والمعارف والدوافع اللي من خلالها ممكن يعمل خطط عمل لتحقيق أهدافه. هذول الثلاث تعريف اللي جايت على الجنب من التعريف المهمة. الآن بيجي عندنا اللي هي الكارير تودي. وظائف اليوم يعني في لها نقطتين مميزات، إنه الناس بنظروا إلى الوظيفة على أنها تسلسل أنت بتصعد فيه من أسفل إلى أعلى، ولكن اليوم في وظائف يعني إحنا بنسولف عن وظائف اليوم إنه بتستطيع إنك أنت تتحرك من وظيفة إلى أخرى ضمن التسلسل الهرمي. الآن في كمان إنه النساء أصبحن يشغلن معظم الوظائف الإدارية والمهنية، ولا بد من التوازن ما بين التحديات المرتبطة بالضغوط المهنية وما بين احتياجات الأسر بالنسبة للنساء. المفهوم اللي بعديه اللي هو psychological contract، اللي أخذناه في مادة القيادة في الفصل الأول، اللي هو إحنا يعني بنسميه العقد النفسية. والعقد النفسية هاي بتنشأ أنه أنت كموظف لما تيجي على الشركة بتكون تتوقع منهم توقعات يعني بالنسبة لك إنها راح تصير، والشركة أيضا هو بس يعني خليني هو تعاقد السايكولوجي، تعاقد النفسي يعني زي العقد. نعم خبرك أنت قلت عقد ولا عقد؟ لا هي عقد، أنا يعني فهمتها. لا هو عقد زي عقد زي العقد اللي بتوقعه مع الشركة لما تشتغل فيها، هذا عقد وهذا عقد نفسي. نعم أها ما بعرف دكتور الآن، أنا يعني ممكن إني أشرح عنه بالطريقة اللي أنا فهمتها منه، إنه هو أنت بتكون متوقع من الشركة أنا راح تعطيك مثلاً رضا وظيفي. هو المعنى اللي بدك تشرحه أنت صح، أنا موافقك عليه، بس المصطلح كعقد هي عقد. تعاقد يعني تعاقد. نعم دكتور. فحكينا إنه الآن أنت لما أنت بدك تدخل على الشركة بتكون متوقع منها إنها تحقق لك رضا وظيفي، حوافز، ترقية، وكمان الشركة بتتوقع منك إنك أدائك يكون مميز، فبصير في عندك إيش اللي بسموها السايكولوجيكال كونتراكت، لما أنت ما تجدش اللي أنت متوقع.
وعادة في أسواق العمل خلال الأيام هاي بتخلصوا من هذا السايكولوجيكال كونتراكت من خلال إيش الالتزامات، يعني ما تكون الالتزامات طويلة الأجل، يعني لا صاحب العمل ولا الموظف بيحبوا أنه التزامات طويلة الأجل، لأنه هاي بتقلل من السايكولوجيكال كونتراكت، حتى أنه أنت إذا وجدت أنه في صدمة أو لاحظت أنه مثلا صار عندك هذا السايكولوجيكال أنك تتخلص من الشركة هاي في مدة قصيرة. الآن بنيجي على الموضوع البعدية، في عندنا إحنا بصير في أدوار في الإدارة المهنية تعتمد على الموظف، على المدير، على صاحب العمل. طبعا راح نبلش أول إشي راح نشرح عنه بشكل عام وبعدين بالتفصيل. المدير عادة بيقدم أمور مهام تنموية، دعم، إجراءات مناقشة، تطوير وظيفي للموظف، بحيث إنه المدير إذا بده يقدم هاي الأمور بده يكون مدرب وبده يكون كمان مقيم ومستشار وموجه، بسمح للموظف وأيضا بوضح له الطريق والخطط المهنية المستقبلية له. صاحب العمل لازم كمان يوفر التدريب والتطوير والفرص نحو الحياة المهنية وإعطاء الموظفين مجموعة من الخيارات التوظيف أو الوظائف. الموظف بالنهاية هو اللي بده يتحمل المسؤولية في حياته المهنية، بالتالي هو من يقيم الاهتمامات والمهارات وبيبحث، لازم يبحث عن مصادر معلومات مهنية تطور وظيفته. الآن التخطيط الوظيفي بيعني مطابقة الفرد بين نقاط القوة والضعف اللي موجودة عنده مع الفرص والتهديدات المهنية الموجودة. الآن راح نشرح عنهن دور أول شيء The Employees Role in Career Management، دور صاحب العمل في إدارة الحياة المهنية. أول شيء الدور هو مساعدة الموظف، ولازم يزيد من حماسه ويقلل ما يسمى اللي هي reality shock، صدمة الواقع، اللي هي معناها أنه بالفترة الأولى لما يدخل الموظف على الوظيفة بكون عنده توقعات، قلنا وظيفة للجديدة بيصطدم بواقع عمل غير اللي كان يتوقعه، وأيضا ممكن يصطدم بواقع عمل ممل وما يكون مرضي له. فبالتالي الآن هو دور صاحب العمل أنه يساعده أن يتخلص من اللي هي reality shock، وأحيانا يعني إذا بيقدر بمنحها التناوب فيما يسمى التناوب الدوري، اللي هو يعني هذا بيقلل، ولازم على المدير أنه يحدثه في الوظيفة من أجل أنه يصير في أكثر واقعية تحركات مهنية. مثلا مرة أنت تداوم في قسم الموارد البشرية، مرة تداوم في التسويق، مرة تداوم في مثلا إدارة المنتجات، فبالتالي أنت هذا بيخلصك وبتجد نفسك وين أنت أنسب، يعني أنسب موقع لك. فالموظف بيخضع أحيانا كمان لتقييمات من قبل المدير، وأي موظف بيخضع لتقييمات، وبالتالي هنا بده إيش يعني يشوف نقاط قوته ونقاط ضعفه، نقاط الضعف يعالجها ونقاط القوة لازم إنه يستثمرها بحيث إنه يتطور باستمرار. الآن النقطة الثانية أو القسم الثاني، الإمبلاير كارير مانجمنت ميثود، طرق إدارة العمل. فإحنا بدنا نضرب أمثلة اثنين إنه كيف هم بديروا العمل وكيف بتطور العمل، اللي هو مثلاً أمريكان إكسبرس فتحت مراكز للإرشاد النفسي للعاملين في مراكز الاتصال، استخدموا مستشارين عشان يقدموا النصائح المهنية. كمان جوجل جابت موظفين متطوعين حتى إنهم يدربوا الموظفين ويعملوا خطط من سنة إلى 5 سنوات، يوضح شو هم أنتج شو حققوا وشو بدهم يحققوا في المستقبل، وأيضا شو بحاجة للتنمية، شو أيضا بحاجة من أجل التنمية هاي إلى تدريب للموظفين، زي الخطة الخمسية اللي إحنا بنسميها الخطة الخمسية ل5 سنوات. نعم. الآن في عندنا مثلاً بالصفحة 312 في عندنا نموذج اسمه الإمبلاي كارير ديفلوبمنت بلان، اللي هي خطوة تطوير الموظفين. فمثلاً لو جينا على أول سؤال اللي هو يعني شو الخطوة التالية لهذا الموظف، يعني وين ممكن يكون موجود هذا الموظف، وقديش الفترة اللي ممكن يكون جاهز فيها، مثلاً now 6 months 1 year 2 year.
فالسؤال الثاني، شو أعلى عرض ممكن إنه محتمل للخمس سنوات هذا للموظف، وكيف بدك أنت تحققه؟ بالسؤال الثالث، في إله خطة كمان، أي إشي من معرفة من تدريب من تدريب إداري في إله خطة كيف بدك تحققه. الآن بنيجي على آخر إشي، the manager as mentor and coach، يعني في الموضوع هذا المدير كموجه ومدرب. التأثير اللي دائما بيحدث المدير أو المشرف على الموظف هو كبير من أجل تطويره الوظيفي، لأنه أي حركة أو نصيحة مهنية يعني صحيح 100% راح تبقي على المسار الوظيفي الصح. ويجب على المدير أيضا أنه يتأكد أن المرؤوس دائما بيطور مهاراته وأدائه حسب التطلعات المهنية اللي موجودة في الشركة أو المنظمة. الآن التدريب عادة ما بيكون له جانب سلبي محدود التدريب، لكن التوجيه إذا ما كان بطريقة إيجابية راح يكون كمان له نتائج عكسية. فالتوجيه بركز على القضايا المهنية اللي موجودة داخل العمل اللي هي بتكون طويلة الأجل، وغالبا أيضا ما يعني بلمس الدوافع والتشارك مع الآخرين والانسجام معهم. لذلك بضع الموجهين دائما معايير عالية حتى إنهم يستثمروا الوقت والجهد في التوجيه اللي بتطلب الثقة اللي حكينا عنها والقدرة على التواصل والاستعداد أيضا للسيطرة على العمل. الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية تعنى إحنا بنعرف إنها بصياغة سياسات وممارسات الموارد البشرية اللي بدها تنتج مهارات وسلوكيات للموظفين اللي بتحتاجها الشركة أيضا لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وإحنا بنلاحظ اليوم إنه مع اضطراب سوق العمل خصوصا في هذه الأيام، إنه يعني لماذا معظم الموظفين بشعر إنه ليش أنا بدي أكون مخلص إذا يوم من الأيام الشركة بتستغني عني، أو مثلا إنها بتقرر إنها تخفض التكاليف زي ما بصير في الشركات الموجودة في الفترة الحالية. لذلك بتعين على أصحاب العمل إنهم كيف يحافظوا على مشاركة الموظفين وتقليل أيضا المغادرة الطوعية اللي يعني اختيارية منهم، وأيضا إنك كيف تعظم جهد الموظف وتقف معه في وقت الأزمات. عمر، بقدر كمان أعلق شغلة صراحة؟ تفضلي. أول شيء يعطيك العافية. هلا أنا مرة قرأت دراسة بأنه الجيل الجديد اللي هو جيل التسعينات مدة بقائه في أي شغل الأفرج 3 سنين فقط، وبحياته كامل بنتقل كتير من شغل لشغل. يعني زمان ممكن كان يعني زي ما نحكي أبهاتنا وجدودنا ممكن يضلوا بنفس الوظيفة طول عمره، يمكن يتغير شغله مرة أو مرتين طول الحياة. نحن هلأ عم نلاقي شباب وصبايا يدوب عندهم خبرة 7 سنين يكون مشتغل بأربع أماكن 5 أماكن. فهاي كمان المشكلة، طبيعتنا نحن كشباب جداد ما بعرف ليه هيك عم بتخلينا، بتصير كمان صعب على أي مؤسسة إنها تحط investment كتير عالي بالموظف وبعدين تخاف إنه يتركه. فأنت بتحس إنه يعني حتى الشركات لازم تكون كمان حذرة بطبيعة الكوست اللي رح يكلفها إياه الموظف إذا عم بتحس إنه هو ممكن سنة سنتين ماكسيموم 3 سنين بيطلع من عنده. يعني الوضع مش سهل لا على الموظف ولا على الشركة. نعم. الآن في عندنا الموضوع اللي بعديه الكوميتمنت اورينتد كارير ديفلوبمنت افورتس، اللي هو جهود يعني التطوير الوظيفي الموجهة نحو الالتزام. عادة التقييم يجب انه يوفر فرصة لربط ما بين اداء الموظف والاهتمامات المهنية تاعيته وأيضاً الاحتياجات لتنميته وتطويره. طبعاً كل هاي لازم تكون في خطة يعني منطقية ومتماسكة. في عندنا هون مفهومين اللي هو هالوجين أي أبريزل. هذا البرنامج بيساعد المدير في تحديد الأنشطة المناسبة لتطوير الموظفين. عادةً لما بنظر يعني شو احتياجات الموظف، كيف بده مثلاً يطوره، بعدين بنظم صاحب العمل أنشطة التطوير وشو بحتاج هذا الشخص عن طريق البرنامج هذا. في كمان اللي هي جيسيبيني مانجمنت كارير جريد. هاي عملية تقييم كمان موجهة نحو العمل، توجيه الموظف والمدير للتركيز على نقاط الضعف والقوة والتوقعات
ايضا من الموظف او سواء من الموظف او من المدير، وبيستخدموا اصحاب العمل كمان في تدريب وتطوير موظفينهم. بيظل عندنا الان موضوع اخر اللي هو المانجينج امبلويز تيرن اوفر اند ريتينشن، اللي هي هذا يعني صلب موضوع تبعنا اللي هو يعني كيف بصير دوران الموظفين وكيف انت بتحافظ عليهم. استبدال الموظفين طبعا احنا اول شيء خلينا ندخل فيها من الموارد البشريه. الموارد البشريه يعني بتحكي انه شو هو الرابط ما بين معدل الدوران والاداء التنظيمي. عاده ما بكون لما انت بتفصل موظف غير كفؤ بكون عند يعني فصل الموظف غير الكفؤ بكون ايجابي، ولكن ممكن يكون سلبي في حالات لما تكون الحالات جماعيه، لانه اصلا بيؤدي الى انخفاض الاداء التنظيمي والوظيفي في المنظمة. لما ترتفع معدل الدوران اللي هو التيرن اوفر فإن المنظمة وقوتها العامل وأدائها المالي راح يكون في خطر. ليش؟ لأنه راح تزداد التكلفة من حيث من جميع النواحي، من حيث الممارسات الموارد البشرية، ومن حيث أيضا يمكن إنها تكون لها تأثير كبير على دوران الموظفين وبالتالي على ربحية الشركة، راح يأثر اللي هو دوران الموظفين. طبعا شو اسباب التيرن اوفر للموظفين اللي بتكون احيانا اختياريه اللي هي فولنتري تيرن اوفر؟ اسبابها عدم الرضا من الموظفين، وهاي الاسباب عدم الرضا من الموظفين بندرج عندها خمس اسباب. اول شيء هو في المقدمه راح يكون الاجور، بعدين الفرص الترويجيه، كمان التوازن بين العمل والحياة، يعني ما بكون في توازن زي ما حكينا إنه النساء بفقدن أحيانا التوازن بين الحياة المهنية وما بين الحياة الأسرية. التطوير الوظيفي، كمان استحقاقات الرعاية الصحية. عادة ما بكون فقدان الموظفين اللي قلنا أدائهم منخفض ما له تأثير زي الأداء اللي أدائهم مرتفع. فمثلا على المديرين إنهم يفهموا إن الاحتفاظ بالموظفين هي مسألة إدارة، وبعض الموظفين بشعروا إنهم غير مناسبين في هاي الوظيفة. طب كيف بدنا نعالج مثلا هاي الحالة؟ بنعالجها مثلا هون من خلال الكاتب بقول إنه إنشاء إدارة المواهب من خلال توظيف واختيار تدريب وتقييم وتعويض، اللي هي صياغة طرق بتعالج التدريب ونقصه والتقييمات أيضا والأجور الغير العادلة. ايضا يمكن انه صاحب العمل يتخذ خطوات حتى يخلي الموظفين موجودين في الشركه. الاجر المنخفض بالنسبه للاداء العالي والموظفين الرئيسيين. هذا الاجر المنخفض الان انا بقدر انه هذا الشخص او الموظف فاض بحاجه الى انه مثلا اجر مرتفع، وهو طموحه باجر مرتفع، فممكن انه انا اتخلص من هذا الشيء وخلي الموظفين انه ارفع الاجر تاعه. كمان انه توظيف المشرفين والاشخاص المناسبين مشرفين في العمل. ايضا كمان ممكن اني استفيد من الخبراء اللي معاهم، اللي يعني افاقهم بتساعدهم في التخطيط. ايضا كمان انه الموظفين لا يمكن انهم يقوموا في عملهم اذا كانوا ما بيعرفوا شو هو العمل اللي بدهم يقوموا فيه، او ليش بيعملوه، أو شو هي الأهداف، شو التوقعات، شو المسؤوليات اللي مطلوبة منهم. فلذلك يجب أنه على صاحب العمل أنه يحطهم في الصورة من جميع النواحي هاي. أيضا كمان في ترتيبات بسموها ترتيبات العمل يعني المرنة، مثل العمل عن بعد زي اللي إحنا قاعدين، مثلا التعليم عن بعد، هاي من ترتيبات العمل المرنة. زي مثلا شركة الآن مش قادرة إنها تداوم، فلما يصير عندها ترتيبات عمل وفيها مرونة العمل عن بعد، هاي بتشجعهم انه هاي الوظيفة استمراريتي فيها اكثر من وظيفة ممكن تتخلص مني بمجرد ما صار عندها اي مشكلة. كمان اللي هو انها تعطي في العاملين التمكين في حل المشكلات والدخول بحل المشكلات مع بعض من خلال انشاء المجموعات.
الأخيرة اللي هي مثلا بسموها الكاونتر أوفر، يعني عرض مضاد. إذا مثلا أنا صار في عندي شركة استغلت الموضوع أنه أنا مثلا بحاجة لأجر ورفعت فيه الأجر، فلازم يكون في عندي الشركة اللي أنا بعمل فيها في إجراءات حتى أنه توقف مثل هاي اللي هي المشكلة اللي هي الكاونتر أوفر، ولازم يكون في عندها سياسات وإجراءات كيف إنها تحدد سياسة العرض والطلب على الموظفين. الآن في عندنا الجوب والوذدرول. الجوب والوذدرول يعني هو ليش ضايل يا عمر معك وقت؟ لا والله أنا ما ببين عندي دكتور. نعم؟ ما ببينش عندي أنا دكتور. لا أنت قديش بدك يعني؟ أنا والله إنه موضوع طويل يعني هو. لا يعني أنت حاول تختصر. 10 دقائق. لا لا كثير، 10 دقائق. خمسة. نعطي مجال للمشاركة. خمسة كويس. والحوار حول الموضوع لأنه مهم. 5 دقائق يلا. حاول تختصر. أوكي. يعني الانسحاب من الوظيفة هذا بيعني إنه فصل الشخص نفسه، هو الشخص نفسه بينسحب من الوظيفة. هذا طبعا هي وسيلة هروب زي ما بيحكوها. طبعا بتحدث نتيجة انه انا بغيب. ايش اسمها بالانجليزي؟ جوب وذدرول. ايوه جوب وذدرول. ايوه. الان انا بصير في عندي غياب، بصير في عندي مثلا انا بطريقتي في بنسحب من الوظيفة، وهذا الانسحاب يعني عادة ممكن يصير انسحاب جسدي انه انا بتغيب، او انسحاب نفسي الموظف موجود ولكن زي ما يقولوا عقله غايب، يعني ما بيأدي العمل بطريقة صح. الآن في عندي هنا اللي هو الميكينج بروموشن ديسيجن، اللي هو ما احيانا انه انت بتقدم في منصب ذات مسؤوليات زايدة، يعني بصير عندك منصب في مسؤولية زايدة. الآن في بعض الناس برغبوا في هذا الأمر لأنه بيحقق له طموحه، وهو بيكون يعني حاب إنه يكون له مسؤوليات وإله سيطرة أكثر. والترقية أحياناً بتزيد أول شيء من الأجر، وبتعطيك مسؤولية أكثر، يعني بصير مسؤول عن أشخاص، عن أي شغلات أكثر، وبحقق لك رضا وظيفي. الآن هو يعني في بحكي عن العوائق الرئيسية أمام يعني بدي أنا أختار أهم الأمور اللي ملخصها. طيب عمر يعني مكتفي لحد هون، الله يعطيك العافية. يعني أنت أعطيتنا تقريبا النقاط بشكل واضح، أنك أنت تعبان على الترجمة كمان والشرح، والله يعطيك العافية كثير كويس. وما بعرف إذا في أي ملاحظات عند، لكن أنا بدي أحكي عن يعني شو رأيكم أنتوا في الكارير ديفلوبمنت والريتينشن وهاي الأشياء في ظل الكورونا، في ظل الوقت الحاضر عندنا في بلادنا أو في العالم بشكل عام. شو رأيكم شو الممكن، شو اللي عم يصير، يعني كيف ممكن نأخذ الوضع؟ إنه الشركات حاليا لا كتب ولا أبحاث ولا أكاديمية ولا نظريات تنطبق على اللي بيصير في الوقت الحاضر. شو اللي عم بيصير بالوقت الحاضر؟ يعني في حد عنده أي ملاحظة ممكن يحكيها في ظل هذا الوقت والظرف اللي بيصير؟ تفضلي. بليز نادين. تفضلي يا نادين. كنت بدي أحكي إنه زاد معدلات البطالة، خلينا نحكي بهذا الوقت، مش إنه ريتنشن للموظفين. الشركات اللي مش قادرة إنها تشتغل بالوقت الحالي يعني، ومش قادرة إنها تكمل شغلها، عم تستغني عن موظفينها. يعني إذا نشوف دائما الأخبار بأمريكا مثلا قد ايش صاروا. دكتور بس ممكن تسأل سؤال إذا سمحت؟ نعم أحكي السؤال. تعيد السؤال. أنا حكت إذا بتقدر تعيد السؤال. السؤال هو إنه يعني إيش الأوضاع في ظل الكورونا
وفي ظل الفيروس اللي صاير في الوقت الحاضر. يعني معلش نادين خليني أعبر أنا شوية عن اللي المثال اللي حكيته قبل شوية لمستشفى عبد الهادي. أوكي، في مقابله قصة أنا سمعتها عن مدير شركة العقارية. أوكي، شو عمل هذا؟ عمل كالتالي، حتى يحافظ على الموظفين ويحافظ على الوضع، نقص الراتب تبعه، راتب المدير مجلس الإدارة أو المدير الإدارة بنسبة 100%. نقص راتب حتى يتعايش ويقدر يستمر في الشغل، نقص راتب المدير اللي أقل منه أو المساعدين اللي أقل منه بنسبة 90%، اللي أقل بنسبة 80%، اللي أقل بنسبة 50%، اللي أقل بنسبة ولا إشي صفر، اللي هو الموظف العادي البسيط المسكين اللي راتبه 400-500 دينار 600 دينار، هذا ما عمل عليه أي تغيير. فعجبني إنه في يعني بعض المدراء، بعض الموارد البشرية، بعض المؤسسات بيكون في عندهم resilience بنسميها، بيكون في عندهم adaptation، بيكون في عندهم إنسانية برضو في التعامل مع الكارير development، مع الكارير retention، مع الكارير بشكل عام. صح إنه في اختلاف بالمصطلحات اللي بنحكيها في الكتاب، رح نرجع نأكد على أهم المصطلحات، 5-6 مصطلحات في الموضوع، لكن إحنا بنشوف الواقع تبعنا، بدناش نغيب عن الواقع. الواقع بيقول لنا إنه في هناك يعني الشركات ممكن تضطر إنها تنهي خدمات الموظفين، يعني forced termination، لكن ممكن إنك أنت تعمل إعادة صياغة للوضع بحيث يكون رحيم شوية، more يعني empathetic, more sympathetic with the human being instead of just firing people because we don't have work, we don't have anything right now, so we have to fire. صح، الأمور صعبة جدا، صعبة 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 للغاية. يعني نتكلم عن قطاعات مثلا السياحة، راح التكاسي، القطاعات البسيطة كلها أكلت هوا، لكن في بعض الشركات، في بعض المؤسسات they can do something to solve the problem for the employee. فضل. دكتور، أنا عندي 3 أيدي مرفوعة، نور وأربعة صار. دكتور، أنت زي ما تفضلت إنه في شركات قدرت تعمل adaptation وتحل الموضوع، زي كمان الإمارات إيرلاين اللي سوته إنه حكت إنه أي حدا بمنصب CEO الديسكاونت للراتب ولمدة 3 أشهر رح يكون 100%، يعني ما بياخد راتب، اللي أقل بيكون 80%، الإنجنييرز والهدلون الناس 60، يعني قول 50%. أما في اللي هم الأشخاص اللي بيشتغلوا بالنظافة، الأشخاص اللي ما يعني راتبهم أوريدي ما بتحمل إنه ينخصم منه إشي، ما خصموا منه إشي، أي حدا بيقدر ياخد unpaid بيقدر ياخدها. هلا حتى انا بعرف ناس برضو كمان بكتر بيلر اللي هي معدات الثقيله، هاي الشركه صارت تحكي للناس خذوا هلا عطله، بس بتكون البيد، يعني انا اوريدي في عندي انا مثلا عطله اسبوعين، خذوها هلا بحيث ان احنا نقدر نساعد بعض وما نقدر يعني انه ما نضطر ان احنا نفصل حدا. هسا نحن بالاردن اصلا دكتور وضعنا اوريدي يعني البطاله اوريدي مستواها عالي او نسبتها عاليه. صح. صح بالضبط، فأريد ان احنا عندنا اصلا صعوبه، والشركات صح. والشركات يا دوب اصلا قادره انه هي تاخذ يعني خطوه لقدام بالوضع الطبيعي. حتى انا كنت عم بقرا لصبيه هي اوريدي في عندها زي انتربرايز ماسكيتها لللوجيستكس، فهي بتحكي انه حتى الحكومه صح كل مره بتطلع ببيان جديد انه في قروض ميسره، في فرص تقدر تستخدموها، تحكي بس هذا بالواقع عم تكون صعبه علينا لأنه في شروط معينة. حتى عمال المياومة اللي عم تحكي عنها لازم نكون أوريدي مشتركين بالضمان، وفي كتير ناس مش مشتركة بالضمان. فللأسف حتى الحكومة قدي عم بتحاول تساعد، إلا أنه في كمان يعني الاقتصاد متضرر، وفي نسبة كمان رح تضلها متضررة. صح. بس يا سلام لما يا نور بيجتمع الإبداع مع الإنسانية. صح، 100%. يعني لما بيجتمع الإبداع والإنوفيشن مع الإنسانية ومع الشعور مع الإنسان، يكون الوضع يعني إلا يطلع الواحد بنتيجة. للبعض طبعا في ناس صعب، لكن البعض. نعم، طيب خلنا نسمع من أسامة عشان بس نوزع الـ participation. تفضل يا أسامة.
أولش مساء الخير جميعا، ويعطيك العافية دكتور، يعطيك العافية عمر، شكرا كثير على اللي قدمت لنا إياه بلغة بسيطة وسهلة. أول إشي قبل ما أبلش أنا، بس بدريش إذا نادين كانت بتحكي، فمش متأكد إذا كملت فكرتها أو لا، فما بديش نتعدى عليها. لا ما أسفين يا نادين، نرجع لك. إذا إنه بدها نادين تحكي خلي تحكي وأنا بعدين بحكي بعديها. نادين وينك يا نادين؟ دكتور يا ريت تقبلها لأنه هي طلع يعني طلعها البرنامج. أوكي أوكي، هلا بنشوف وين راحت. مش من ضمن ال participants. دكتور حتعمل كمان زون ولا بس هاي آخر شيء؟ مش عارف أشوف فنادين. يعني هي مش موجودة. لا مش موجودة من ضمن البارتيسيبنتس. يعني ما بتحاول تدخل. ده يكون زلك. لا ما أتوقع لا. طيب تفضل يا أسامة. طيب. أنا كنت بدي أحكي أكثر من شغلة بالنسبة لموضوع الكوفيد 19 بريود اللي إحنا فيها. أول شيء هي مرحلة استثنائية والوضع فيها استثنائي زي ما حكيت دكتور، ولا في عليها دراسات ولا في عليها أي تنبؤات ولا توقعات، وهي فترة استثنائية، وبالتالي الشركات اللي قدرت تتعايش هي الشركات اللي عندها عقول استثنائية. الشركات اللي استفادت كثير هي شركات الـ IT، بس بنفس الوقت إنه في شركات ما استنت تشوف شو راح يصير، ولكن من دي 1 او دي 0 كانوا مجهزين حالهم. ففي بعض شركات انا بعرف زملاء فيها بالفتره هاي بما انه ما في شغل كانوا عاملين سكانينج لكثير من الدوكيومنتس وشيروا لهم اياها وطلبوا منهم يعملوا داتا كلين اب على اساس انه يستفيدوا من الفتره هاي اللي قاعده بالبيوت. وفي شركه ثانيه انا ما بعرف حدا منها، بس انا حكى لي عنها حدا من زملائنا الانترناشونال الموجودين بالاردن، حكوا انهم اتفقوا انهم ياخذوا بدل ما يعملوا يعني داون سايزنج للستاف، اتفقوا انهم يعملوا ياخذوا unpaid leaves لكل الستاف اللي بالشركه مشان يغطوا الجزء هذا اللي مطلوب انه يعملوا داون سايزنج عليه ويحافظوا على كل الناس وكل امورهم تمام. فمثلا احنا عندنا بالدوام مباشره كان التلي كوميونيكيشن او التلي وركينج كان معمول له SOPs مباشره بلشنا ننفذه احنا من 16/3 مثلا، كان الجايدنس جاهز من 1/3 لما صار يقولون ممكن يصير في حالات بالأردن ممكن يصير كذا، والمجرس تبعتها كانت كثير جاهزة من أول. فإحنا مثلا على سبيل المثال إحنا شغلنا شغال 100%، عاملين مثلا طريقة التواصل مع البارتنرز كلاتهم اللي بالميدان، نتواصل مع اللاجئين بشكل مستمر، نتواصل مع سينير مانجمنت، مع التوب سينير مانجمنت بجنيفا بكوبنهاجن بكل المكان بالعالم. شغلنا شغال 100%. الشغل الوحيد اللي وقف عندنا كان اللي هو توزيع المساعدات العينية، ولكن ما توقف 100% لحتى قدرنا نفض تصاريح، والتصاريح كنا متفقين بالأول مين راح يأخذها اللي هم الموظفين الميدانيين وسواقين السيارات عندنا يعني متاش. فبالتالي المساعدات للاجئين ما انقطعت وما وقفت. فأنا بقول إنه المرحلة الاستثنائية بدها ناس قياديين استثنائيين عشان يقدروا ينجحوها. صح صح أحسن، شكرا الله يعطيك العافية. طيب أسامة، أسامة عمر، عمر سمارة. الله يعطيك العافية دكتور. أنا بدي أكمل على الحكاية أسامة، يعني هي مرحلة استثنائية وندعو الله أنها ما تطول، لأنها إذا بتطول يعني إحنا الآن لغاية الآن الشعب الأردني أثبت يعني فعلا إنسانيته. امبارح كان في تقرير على التلفزيون حتى أصحاب المحلات أعفوا المستأجرين وأصحاب الشقق كثير أعفوا منها. شفتها. إذا بطول الوضع شوية، إذا بطول الوضع شوية ممكن أصحاب السمول بيزنس ما يكون عندهم القدرة. يعني هسه مثلا نحكي عن مدرسة خاصة أو محل ملابس بيربد عنده 10-15 موظف، ممكن الشهر هذا والشهر الجاي يقدر يأمنهم، بس بعدين مين بده يدفع؟ يدفع من جيبته يعني ما راح يقدر يعني. فاحنا ان شاء الله انه الوضع ما يطول، بس اذا استمر على المدى الطويل لازم يعني يكون في قرارات من اللي فهمناه من قرارات امبارح انه عم بدهم يفتحوا الامور، والدليل على ذلك فتحوا المولات يعني ممكن يفتحوا اول باول. فبيفتحوا اول باول حتى ما يصير في يعني يظلوا هم
ماسكين الأمور بشكل تدريجي، وأتوقع أنه الأمور راح تفتح إن شاء الله. بس الشعب دكتور حتى الآن يعني هو إن شاء الله أنه ما تفتح، بس حتى الآن يعني حتى إذا سيطر على الوضع بالأردن، إذا ما سيطر عليه عالميا راح نظل متضررين، لأنه الآن إحنا يعني 90% أو بديش أبالغ 70% من تجارتنا مع الصين. إذا الأمور ظلت واقفة يعني حتى المحلات ما راح تلاقي فيها يعني بعد فترة. الله يستر الله يستر الله يستر الله يستر الأمور. آمين. ألا تحب تحكي شيء؟ كنت رافع يدك. يعطيك العافية. دكتور كنت يعني هم ما شاء الله الزملاء يعني يحكوا كل الأفكار اللي ممكن تنطرح بالنسبة للوضع اللي احنا فيه هسا، بس دكتور ممكن ناخدها من زاوية إيجابية بالنسبة خلينا نحكي للأزمة اللي عم بمر فيها، إنه هي يعني عدا عن إنها أظهرت الجانب الإنساني من الإنسان واللي خلته يتفاعل أكثر مع البيئة ويتفاعل أكثر مع خلينا نحكي العالم بشكل عام، برضو دكتور في عنا صناعات يعني عم تستفيد هسا بشكل واضح، وفي عنا يعني أول مبادئ. لا بجوز إحنا نكمل معاك يعني، أنت استمري أحكي لأنه ضايل دقيقة واحدة أو أقل. تفضلي. مش مشكلة. اللي كنت بدي أحكي إنه دكتور في ناس عندهم الفكر التحولي الريادي اللي ساعدهم إنه من قلب الأزمة يحولوا أنفسهم، يعني نلاحظ إنه في محلات مثلاً خلينا نحكي اللي كانت تشتغل في العطور كيف عم بتحول إنها تحاول إنها تصنع معقمات مرخصة، كيف إنه في هلأ تجارة كلياتها عم بلاحظ في مجموعة ستارت أبس مطلقين مبادرة إنهم يحولوا أي عمل مجاناً، إنهم يعملوا لأي صاحب بزنس بلاتفورم إنه يعمل فيها عن طريق الإنترنت حتى لو ما استفاد منها خلال هذه الكرايسيس. هي جود ستيب إنه أنت تواكب التكنولوجيا.